الأستاذ مصباح قطب رئيس القسم الاقتصادي بجريدة المصري اليوم. مساء الفل أستاذ مصباح. يا أهلا يا أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟ أنت زملكاوي ولا أهلاوي؟ لا أنا أهلاوي من وأنا عندي 4 سنين كده. ليه مش عارف؟ يعني مالكش في ماتش النهارده، هتخلينا في ماتش بكرة. أي إن شاء الله. طيب قول بعد إن شاء الله الأهلي ما هيفوز على المقصة بكرة، أنت بعد مرور شهر على قرارات تعويم الجنيه المصري وبنسميها قرارات الاصلاح الاقتصادي، هل انت شايف ان في بوادر اصلاح حصل في الاقتصاد المصري بعد مرور شهر؟ يعني طبعا الكلمه التقليديه انه من السابق لاوانه الحكم على اجراءات، ده الكلام اللي بنقوله لبعض. هي بطبيعتها ايوه انا فاهم كلام حضرتك، يعني هي بطبيعتها جزء من برنامج مدته 3 سنوات. لكن يعني اذا كان يعني قد سبق هذه القرارات تصريحات حكوميه بالقول بانه في اجراءات صعبه او مره او قاسيه جايه فهي قد جاءت. يعني اصعب ما في العمليه هو الذي نعيشه في هذا الشهر، وربما ايضا في صعوبات جايه ثانيه يا استاذ مصباح، في صعوبات ثانيه جايه. الصعب اللي جاي اولا لسه التفاعلات بتاع الانكماش شغاله، لانه يعني الاصلاحات الاقتصاديه عاده بيوافقها عمليه تباطؤ شديد في النمو، وطبعا ده بيؤدي الى مزيد من البطاله ومزيد من الركود في الاسواق. يعني مبيعات الناس بتقل والمصانع بتبقى مرتبكه لان الناس بتعيد النظر في تكلفتها. المجتمع نفسه داخل كل بيت تقريبا، كل واحد بيعمل كل يوم حسبه عشان يشوف كيف يعني يقوم بتكييف اوضاع، بقينا بنمشيها يوم بيوم بقينا. ده صحيح. اذا يعني انا بقول انه هناك طبعا اجراءات لم تتم بعد فيما حتى فيما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، هو تكلم عن 1% من الناتج للعداله الاجتماعيه والحمايه الاجتماعيه زي ما حضرتك اشرت، هذا الالتزام لم يتحقق لسه. بعد هناك يعني اجراءات لطرح اصول بغض النظر عن قبولنا وعدم قبولنا. انا عن نفسي ضد خصاصة البنوك العامه، يعني ده قلته من زمان واعيده الان، لكن ضمن الاجراءات ايضا فهذه سيدور حولها جدل شديد في المجتمع، ويمكن المجلس الاعلى للاستثمار اضاف الى الاصول التي سيتم طرحها العاصمه الاداريه الجديده ومدينه الجلاله، كانت مفاجاه الحقيقه. طب استاذ يعني مصباح خليك واقف معايا لحظه. الدولار سجل قبل يوم 3 نوفمبر اعلى سعر في السوق السوداء 18 جنيه، بعد شهر من التعويم الدولار النهارده عامل 18 وربع و18 و40 داخل البنوك، هل احنا نقلنا السوق السوداء داخل البنوك؟ هو السؤال ده مشروع انه يطرح الحقيقه، لان الناس كانت مستغربه، لانه في حسابات كثيره قالت انه رغم كل شيء لا يزال يعني ما يمكن تسميته بالسعر التوازني للعمله المصريه في المنطقه بتاعت 13 جنيه، وما كانش صدفه ان البنك المركزي بدا ب 13 مع 10% فوق وتحت. فازاي يوصل الى مستوى السوق السوداء وربما حتى تفوق عليه؟ هل البنوك هي المضايبون الجدد؟ لكن انا عايز اقول بلفت النظر الى نقطه مهمه جدا، البنك المركزي حتى هذه اللحظه لم يتدخل على الاطلاق، اللي هو التدخل المشروع بمعنى انه يدي البنوك من الاحتياط اللي عنده. النقطه الثانيه انه وجه مثلا من يومين، ودي ملاحظه مهمه، ان البنوك انها تبيع ايضا للشركات التي ترغب في تحويل ارباحها الى الايه الخارج. فاذا دي عمليه كانت صعبه جدا، لان في متراكمات يعني بنقول حوالي 3 مليار دولار، ده مبلغ مش قليل لشركات البترول بصفه خاصه وبعض الايه الشركات الاخرى. العمليه دي احنا في قلبها الان، وهي المسؤوله يمكن اساسا عن هذا الارتفاع. الاسبوع الماضي ايضا حين صرح البنك المركزي للبنوك بانها تمول اعتمادات مستوردي السيارات، ايضا ده كان ادى الى رفعه كده من 14 ونط شويه، لكن انا ظني ان هو ده السقف الذي يمكن ان يصل اليه، لكن هيستمر شويه يعني يمشي بالعرض زي ما بيقولوا بلغه البورصه الى ان يصبح لدى البنك المركزي القدره على انه يدي للبنوك مثلا 500 مليون دولار او مبلغ كبير او اقل او صغر، لكن يكشف عن نواياه في التدخل. المعادله وقتها هتتغير، فضلا عن انه التعافي النسبي اللي شغال في السياحه وربنا يديمه علينا كده وما يحصلش اي كسره ثاني، يعني برضه يبشر بانه يبقى فيه قدره معقوله على تدبير يعني احتياجاتنا من النقد الاجنبي عند مستوى اسعار اقل من ال 18. في قرارات تتوقع الحكومه تاخدها الفتره القادمه وتنعكس سلبا على حياه المواطن اللي بيعاني الغلاء؟ هي الحكومه قدامها يعني نقطتين، واحده واجب عليها هي تجاه نفسها وتجاه المجتمع، واحده تجاه الناس اللي يعني ايه هم بسرعه بيصيبوا بصدمات مروعه.
ما يقع عليها من عبء هو تسييد الانفاق الحكومي. الكلمه دي طبعا كلمه كده تاريخيه في مصر بتتقال بقى لها عشرات السنين، لكن بصراحه ما لم تقدم الحكومه يعني في كل اداراتها وهيئاتها وجهاتها يعني مثل وقدوه في توفير الانفاق في الظرف العصيب اللي البلد يعني موجوده فيه، والمجتمع والضغوط العصيبه اللي المجتمع واقع عليه، يعني برضه هيبقى يعني فشل سياسي. طب اللي عايزين يعني يقدموا للمواطن ايه الحكومه؟ لكن اللي عايزين يقدموه انا بعتقد انه كمان ما فيش خيار الحقيقه، هو لابد من اذا كانت الموارد محدوده، ما انت لو قلت له تدي للناس دلوقتي يقول لك انا ما اقدرش ازود الاجور دلوقتي وما اقدرش يعني ايه ادفع مبالغ كبيره للحمايه الاجتماعيه. وطبعا العداله حاجه ثانيه، احنا لسه بدا على ما في عداله، احنا بنتكلم على الحد الادنى لمسانده الناس في الوقت العصيب. اهم حاجه ممكن الحكومه تقدمها فضلا يعني عن انها تظبط موضوع الاداء في مجال الحمايه الاجتماعيه ويعني ترشيد الدعم، هو فكره انها تضبط الاسواق. اكبر رحمه ستنزلها بالناس انها الحقيقه انا مع انها تعمل عمليه ضبط اللي موجود. هو ده يمكن يعني هو في الامكان انها تعمله، مش محتاج تكلفه ومواد وتاثيره على المجتمع كبير. انا بشكرك على فكره، عفوا يا استاذ محمد، صغيره لكن انا اظن ان لها تاثير حاسم على مستويات الاسعار في مصر بسرعه. هي توفير الفكه. لا يزال يعني عارف ان سك العمله جابت مكان جديد لسه ما اشتغلش تقريبا، البنك المركزي طبع شويه جنيهات ووقف. انا رايي ان توفير فكه من القطع الصغير بالغ الاهميه لحركه الاستهلاك في مصر وفي التاثير على الاسعار، لان المواطنين بيفقدوا يعني زي ما بيقولوا يعني ربع جنيه ورا ربع جنيه، نص ورا نص، تفرق كتير جدا مع الناس البسيطه. وما اشكرك يعني صديق العزيز الكاتب الصحفي استاذ مصباح قطب رئيس القسم الاقتصادي بجريده المصري يوم. فاصل ونبدا حوارنا مع ضيفي الكريم مهندس محمد فرج عامر.